السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو جالك ميل بالشكل دوت، أتمنى تفتحوا مكتب موسيقي خاص بيا، وأتمنى أن أكون فريق العمل لديكم بمجهودي ولا بس. ده اللي هنركز عليها، بس خلينا نبص على حاجتين صغيرين ناس كتير بتقع فيها بحيث نتجنبوها إن شاء الله. أول حاجة هو كاتب عنوان البي دي إف أو السي في بتاعه، السي في 2019. لو أنا حملته ومثلا بعد فترة احتجت مهندس مدني وبدور فمفيش، فالمفروض يكتب اسمه ويكتب استراكشر انجينير محمد رمضان. طبعا لو الممثل ما تشغلوش، تمام. طيب العنوان برضو هنا، انا البادي بتاع الرساله مفهوش اي حاجه خالص، ده المفروض ياخد كفر ليتر ويحطه، مش بقول له اخترع كلام جديد بس يحطه هنا بس، وانا بفتح ابص على الرساله كده فاقرا اشد الانتباه. المفروض انا بكتب اسمه مهندس مدني بحيث بسال عليها وما اكتبش الكلام ده كله. طيب خلينا نركز على العنوان بتاع الرساله. طيب هو في احتمال من التلاتة، أول حاجة هو بيحب يشد الانتباه بحيث إن واحد يفتح السي، تاني حاجة هو راجل كويس جدا ومحترم بس خانه التعبير أو متنرفز أو متضايق أو حاجة من الحاجات ديت، والحاجة اللي بعد كده هو ده أسلوبه، وده لو اشتغل معاك في الشركة وبالأسلوب دوت من غير ما أنت تكون بتعدل عليه هي هي هيطفشك، هيطفش الناس اللي شغاله معاك. يعني تخيل لو يبعت ايميل لحد مثلا اتاخر حاجه بتاع، تبقى مشكله كبيره جدا. طيب في كل الحالات لازم تكسب فيه ثواب تراعي ربنا فيه، وتذكر ان انت كنت حاجه زي كده برضو اول ما اتخرجت. ممكن لو انت مش محتاجه تتصل بيه بالتليفون، السلام عليكم انا فلان الفلاني، انا شفت بس السي بتاعك وحابب بس اتكلم مع حضرتك، انا الاتش ار فلان الفلاني او انا المهندس فلان الفلاني، ومفروض لما تيجي تبعت سي في بالشكل الفلاني وانا ممكن ابعت لك اكزامبل للحاجات اللي بتيجي او ابعت لك سي في او حاجه كده، بحيث ان هو يراعي حاجه زي كده وتنبهه. يعني تكسب في السؤال لو انت محتاج فعلا مهندس مدني، اعمل معاه الانترفيو ونخلي الانترفيو شوفه هل هو ده اسلوبه فعلا، هل هو مثلا مش ملتزم بمواعيده، هل هو مثلا مقطع يعني، يعني حاجه كده انصحه، ما فيش حاجه اسمها بتضغط حد او كده، لا بتنصحه. وممكن طول حياته يفتكر لك او انت صلحت انسان او خليت واحد يبقى كويس. لو انت محتاجه وشايف ان هو كويس بس هو كان مخنوق بسبب ان هو بقاله فتره بيدور وعنده ظروف ومحتاج يشتغل، حط فتره مراقبه وشوف الايميلات بتاعته. يعني كل الايميلات تبقى انت موجود فيها في السي سي او موجود نسخه من نسخه بتجيلك، بحيث ان لو في اي غلط تلحقه. فن كتابه الايميلات ده فن ما بيدرس في الجامعه للاسف، فانت مفروض كل الموظفين اللي عندك وتتصاحبوا بعض، وكل ما تلاقوا في حاجه غلطه في ايميل لا المفروض نصلحها بالشكل الفلاني، لا المفروض نبعتها بالشكل الفلاني. وحتى الان انا ساعات ببعت ايميلات واحد تاني يقول لا خلي بالك من النقطه الفلانيه، ما ينفعش تبعت لفلان، لا في تدرب، المفروض المدير يبعت للمدير، المفروض الشخص ده يبعت للشخص دوت، يعني في ترتيبات معينه. لو في حد هيترفض بسبب ان هو بعت ايميل لعميل وقال له روح ادفع انا خلصت الحاجات المفروض ان حضرتك تروح تدفع في المكان الفلاني، فاتضايق جدا ازاي تديني اوامر وازاي اللي كلمني موظف بسيط مش صاحب الشركه. يعني كل شويه الواحد بيتعلم حاجه جديده وبيطور نفسه، ف مش معنى ان هو بعت الايميل دوت ان هو شخص وحش، لا ممكن يكون شخص كويس، ممكن يكون صالح الشركه عندكم بس محتاج توجيه ونصيحه، وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فانت خليه يتعلم طريقه كتابه الايميل او انصحه بالله ان هو يبعت بشكل كويس.